بدر البيضاء تتواصل فعاليته الدورة السابعة للمعرضية الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية سولير إكسبو ماروك، والمقام تحت عنوان الشراكات والتحالفات الاستراتيجية المغرب وإفريقيا في مجال الطاقة الشمسية النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة. وتعرف دورة هذه السنة مشاركة أكثر من 80 عارضا من مختلف دول العالم. روبورتاج نادية اليوبي ومحمد البدوي. أمام رواق تعرض فيه إحدى الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية، يقف هذا الزائر لمعرض سولار إكسبو متأملا في رجل آلي مهمته الإبقاء على الألواح الشمسية نظيفة دون أن تتضرر مكوناتها. ابتكار جديد يدخل سوق الطاقة الشمسية. احنا اللي جبناه جديد كشركة عندنا واحد الغوبو اللي كيمسح لي بانو سولير، كيمسح 2500 متر مربع في النهار، وهذه احنا الشركه الوحيده في المغرب اللي عندها هذا الغوبو. كاين جديد، هذا هو اللي كيثبت الحضور ديالنا باش نجيو كل عام باش نشوفوا التطورات اللي كاينه في التكنولوجيا. تبارك الله الحمد لله في المغرب غادي في تقدم في الطاقه البديله. هي إذن الدورة السابعة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، تلتئم فيه الشركات الفاعلة في هذا المجال من جنسيات مختلفة، همهم خلق شراكات جديدة وزبناء جدد عبر عرض أحدث الإنتاجات الصناعية والابتكارات في مجال الطاقات المتجددة. كان في البلاكة وكان في هذا الزجاج اللي انتم شايفينه، هذا زجاج تقنية جديدة عبارة عن طبقتين من الزجاج مفرغ من الهواء، يأخذ الطاقة الشمسية يحولها لحرارة ويحافظ عليها 24 ساعة. هي مشاركتنا الأولى في هذا المعرض، هدفنا منه إيجاد زبناء جدد وإنشاء فرع لشركتنا الصينية المتخصصة في الطاقات المتجددة هنا في المغرب. من بين الأهداف المسطر تحقيقها في هذا المعرض تعزيز دينامية قطاع الطاقة الشمسية وخلق تنافسية حقيقية بين الفاعلين، إذ يتوقع أن يشارك في هذه التظاهرة ما يقارب 80 عارض. تنافس وكما كان منافسة شريفة في السوق، وهذا كله في صالح المغرب ديالنا وفي صالح الشركات المغربية باش أنها يعني تعرف وتعمل يعني شراكات واتفاقيات مع هاد الشركات العالمية. هذه النسخة ستعرف تنظيم مسابقة جامعية للأبحاث والابتكار للطلبة والمهندسين والتقنيين وطلبة الدكتوراه لتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.